صباح الخير لكل مشاهدينا، اليوم مع فقراتنا وأول ضيف موجود معنا باستوديو يوم جديد رح نحكي عن المركز الوطني للطب الشرعي التابع لمستشفى البشير. لما بنحكي طب شرعي بنعرف أنه كل الأمور اللي لها علاقة بكثير من التقارير اللي لازم تتقدم لسواء حالات للوفيات وأيضا كمان زي ما حكينا يمكن أنا والدكتور تحت الهواء أيضا لحالات أحياء، ولكن بيلزم فيها كتابة تقارير خاصة فيهم وفي حالتهم. اليوم رح نعرف أكثر من خلال الدكتور عدنان عباس مدير المركز الوطني للطب الشرعي التابع لمستشفى البشير عن هذا المركز بشكل مفصل. صباح الخير. صباح الخير لك، كيف حالك؟ طول عمرك. هلا ستي، كنت عم بتحدث تحت الهواء معك بقول قديش شغلكم دقيق، قديش شغلكم فيه مسؤولية كتير كبيرة، قديش شغلكم أحيانا يمكن الواحد لما بيطلع عليه بيكون فيه هيك لافت، فكتير من الأشخاص يمكن بيحبوا يمكن يشتغلوا هذا الشغل لأنه فيه سسبنس عالي يعني. صحيح. بس بنفس الوقت فيه حالات كمان ممكن إنها تكون مزعجة، يعني زي ما قبل شوي كنت عم تحكي لي تحت الهواء. خلينا نحكي بشكل عام عن المركز الوطني، نخلي كل المشاهدين يعرفوا اللي موجود بعمان وأيضا في له كمان بالمحافظات. ست كساندرا، أول شيء صباح الخير. صباح الخير لكم، صباح الخير للجميع، وبنشكركم انه يعني اتحتوا لنا الفرصه للطب الشرعي في يوم جديد انك الصبح تحكي عن الطب الشرعي. شغله مش سهله، خصوصا انه وقع الكلمه دائما عند الناس بتكون صعبه. حقيقه الطب الشرعي هو احد اعمده القضاء، فاحنا دائما بنقول الطب الشرعي هو العلاقه ما بين الطب والقانون. صح. المركز الوطني للطب الشرعي انشئ تقريبا سنه 1986، قادوا كثير مجموعه من الاجيال القدماء. نحن نتبع اداريا لوزاره الصحه، واحنا كل ملفاتنا واقامتنا وشغلنا لوزاره الصحه، لكن حقيقه احنا شغلنا مرتبط بالعدل، بوزاره العدل ممثله بالنيابه العامه. المركز الوطني للطب الشرعي اللي موجود في مستشفى البشير، احنا تقريبا في عندنا ثلاث مراكز مشابهه، عندنا مركز إقليم الجنوب وعندنا مركز إقليم الشمال، بالإضافة إلى وجود الطب الشرعي كوحدات في مستشفى الأمير حمزة، بالجامعة الأردنية، بالتوتنجي، حتى بالمدينة الطبية وبالسلط، بالبقعة. فإحنا بنغطي مساحة الوطن كامل لتقديم خدمات الطب الشرعي. هل كل الفروع الخاصة فيكم دكتور عندهم نفس الإمكانيات؟ هلا احنا نشتغل ضمن يعني نظام دائما في عنا الباك اب، نظام في عنا حسب الحاله، حسب ايش الحاله كلياتها. حالات الجنايات الكبرى تحديدا في قضايا القتل دائما احنا بنشكل لجان طبيه، والامكانيات انا بقدر اقول انها 80-90% في هذول الثلاث مراكز الموجوده هي متوفره من كادر طبي، من معدات، من امكانيات. اينما وجدت المدعي العام ووجدت المركز فالامكانيات متوفره. طب دكتور بدي أسأل سؤال خارج موضوع المركز الوطني، خلال هاي المسيرة الطويلة لكم في موضوع الطب الشرعي، وهذا شيء يمكن أكيد بيخطر ببال كثير من المشاهدين، هل فعلا الجرائم عم بتزيد؟ هل فعلا تفاصيل؟ صدقيني هي ما بتزيد، بس المشكله الاعلام. الاعلام هذا يمكن اللي بدنا نوضحه، لانه اوقات كثير بيقول شو القصه، شو اللي عم بيصير، ولكن اوقات كثير بنقول زمان يمكن ما كنا نعرف لانه ما كان في هالقد في وسائل تواصل اجتماعي اخباريه تطلعنا على كل الامور الموجوده بالبلد. اشوفي ما عاد في شيء مخبى، يعني احنا بجوز بتصير جريمه قتل او بتصير قضيه انتحار او اللي هي بجوز انا لسه كمدير قبل ما يحكوا معي بكون قاريها بالإعلام. هذا فضاء عالمي واسع، والمعلومة لم تعد مقتصرة على أحد. أنا بالنسبة لي هذا لا يضر، بالعكس أنا بقول خلي الناس تعرف شو فيه، خلي الناس تتعظ، خلي الناس تعرف أنه في قوة ردع، في أمن، في أمان، في عقوبة. يعني مش مشكلة أنه الناس تعرفه، لكن في بعض التفاصيل أو التأويلات على القضايا إحنا ما بنحبها. اتركوا القضاء واتركوا النيابات العامة والشرطة تحقق، بعدين عولوا على الموضوع، يعني بلا ليش ناخذ احكام مسبقه على كل حاله. صح 100% دكتور، وزي ما قلت هي مش عم بيصير شيء، ولكن اكيد بطبيعه الحال عدد السكان بيزيد. نعم. وسائل الاعلام نعم. اصبحت نعم. تغطي المواضيع، فعشان هيك عم نشوف يمكن او بنسمع نعم. بالعديد نعم. من الامور، ولكن الوضع طبيعي طبعا. لا عادي جدا، بنتمنى ما نشوف اي جرائم يعني ولا اي هذا كون بده يعمر في هيك وفي هيك. صح. يعني 100% خلينا نحكي يمكن دكتور عن الحالات اللي انتم مسؤولين عنها بشكل عام. ستي هلا
احنا نتعامل مع الحالات الطبيه القضائيه اللي بجوز تخصص الطب الشرعي بيعترف. انا واحد بالمستشفى مات بحاله وفاه مرضيه، هاي ما الي. نحن بنحتاج الى الحالات التي تحتاج النيابه العامه الى بينه تسوي المبنى الطبي. يعني احنا قبل شوي كنا نتناقش على الوفيات المنزليه او ما وصل، هذا قانون، كل من وصل الطوارئ متوفيا او الوفيات داخل المنزل هي حالات طبيه قضائيه. بس حالات طبيه قضائيه بس بنسميها سمبل كيس، يعني احنا ممكن نكتفي بالتقارير الطبيه بالكشف الظاهري بموافقه المدعي العام ونسلم الحاله. يعني قضيه انه بدنا نشرح كل حاله، لا هاي ما صارت، مش كل حاله بنشرح، احنا بنشرح الحالات تحديدا حالات الجنايات الكبرى او الباعثه على الشبهه او المجهوله الوفاه. هي وانا بعد احب احكي لك شغله، انت ركزت على التشريح كثير، ترى احنا بنشوف احياء كمان، يعني احنا كمان حالات العنف الاسري، الاعتداءات الجنسيه، حوادث السير، المشاجرات، فاحنا تقريبا يعني نص شغلنا تشريح ونص شغلنا في احياء. يعني لانه شوي بقول لك الله انتم دكتور طب شرعي بس دائما تشوف وفيات، لا يعني بنشوف احياء كمان. صح. يعني بنشوف هاي الحالات، لكن بالاخير عمل الطبيب الشرعي كل بروح للنيابة العامة. يعني المدعي العام المناوب هو المسؤول عن كل هذا الملف الطبي وبصل له. طيب نيجي للأمور القانونية. هلأ مركز الطب الشرعي اللي احنا بنحكي اليوم عن التابع لمستشفى البشير، وقلنا في له فروع متعددة بكثير من المستشفيات اللي موجودة بالأردن، وأيضا في بإربد وفي بالكامل. نعم. لما بنحكي دكتور عن ناحية القانونية، لما بتيجي الكيس أو الحالة عندكم سواء كحالة وفاة أو زي ما أنت قلت شبهة جنائية لشخص، نعم، يعني على قيد الحياة، شو اللي بيصير بعد هيك؟ خليني أحكي لك شغلة. هلا إحنا في عنا جدول مدعي عام عمان المناوب بكل المناطق المملكة، في مدعي عام عمان في مناوب، وأيضا بيجينا جدول لمدعي عام الجنايات الكبرى المناوب. تصنيف الحالة من البداية بتكون مصنفة، إذا الحالة هاي فيها تابعة لمحكمة الجنايات الكبرى المدعي العام نحن نتعامل معها كجريمة قتل. باقي الحالات العادية، الوفيات الفجأة، حوادث السير، السقوط من عل بين قوسين، حالات الانتحار، هاي تتم بناء على مدعي عام عمان. خلينا نحكي على عمان. نعم. إذن إحنا ما منصيب حالة، ما منشتغل حالة إلا بعد ما نبلغ المدعي العام بيجي هنا. وللأمانة 90% من الحالات يحضر المدعي العام، بحلفنا يمين، بتفاهم من الأهل وبمارش المهمة. إذا هي مظلة القانونية كلها هي مظلة الادعاء العام إما للجنايات الكبرى أو المدعي العام نوب. تمام. لما بنحكي عن تاريخ الطب الشرعي ويعني تاريخ قديم، وأكيد في تطور صار كتير على موضوع التقنيات، زي نعم، في تطور كبير على موضوع الطب بشكل عام والعلاج، في تقنيات حديثة، قديش ساعدكم هذا الموضوع؟ قديش احنا بالأردن بنواكب هاي التقنيات الحديثة بموضوع التحكم؟ ستي أنا بشكرك على هذا السؤال. أولاً يعني احنا أول جريمة قتل حصلت على الأرض هي قابيل وهابيل، ومن ثم بدأت البينة والقرينة والكذا. نحن بالأردن في عندنا مختبر جنائي يعني ترفع له القبعة. نعم. في إدارة متكاملة، هو تابع لمديرية الأمن العام بقود الدكتور محمد العمري، ولكن إحنا كل الفحوصات اللي بتخيلها الشخص ممكن تعمل من الدي أن إيه أو فحوصات الأسلحة أو البقع المنوية المشبوهة أو شو كانت لهذا، هاي إحنا بنأخذ السامبلز كلياتها وبنبعتها للمختبر الجنائي. أيضا إحنا في نفس المركز الوطني للطب الشرعي في عندنا مختبر باثولوجي اللي هو أنسجة، وفي دكتورة مشرفة عليه وكلياتها. التطور التطور الآن أنت بتحكي الآن على شيء بلش العالم يحكي عن فيرتشوال اوتوبسي، التشريح الافتراضي. هذا الموضوع احنا ان شاء الله بجوز شويه صارت اشكاليات في هذا الموضوع وصار لغط على موضوع، لكن احنا الاردن ان شاء الله راح ننهض في هذا الموضوع وراح نعمل على تحديث ما يسمى بالتشريح الافتراضي ونجيب اجهزه خاصه. احنا للامانه الطب الشرعي بالاردن يحظى بدعم تام من وزاره الصحه، من يعني حتى سيدنا بدعم الطب الشرعي. نعم. وتبرع لنا بجهاز وتبرع لنا بثلاجات، والديوان الملكي بتابع، وزارة الصحة بتدعمنا، والعدل هي منظومة عدل متكاملة الهدف منها بالأخير إلى الوصول إلى الحقيقة. نعم. فيعني يعني ما يتحدث عنه العالم بالسي اس اي وكذا، صح، بقول لك عندنا موجود. على لا ستي عندنا يعني بجوز نطلعش بالإعلام زي بس عندنا. نعم. دكتور عدنان، يعني من خلال حديثك خلينا يمكن بما انه
عم نحكي الصبح ويمكن بلشناها بمواضيع يمكن ثقيلة، ولكن هي رسالة بتطمن الكل إنه في مركز فيه تقنيات حديثة، فيه كوادر مفتخر فيها، فالنتائج دقيقة جدا، فما في حدا رح يفلت من العقاب إذا بيستاهل أكيد العقاب. إحنا بدنا نشكرك، وإذا في كلمة أخيرة بتحب يعني توجهها لكل العالم. أول عمرك أنا أول بشكركم إنه يعني سمحتونا الفرصة إن نحكي، قلت لك موضوع لما بتسمع كلمة طب الشرعي الناس بتنقذ شوي، ومع ذلك هو الهدف للوصول الحقيقة. أنا بضمن كل الناس، إحنا الحمد لله رب العالمين نتابع يعني إمكانيات، نتابع التطورات الموجودة في العالم، هناك فريق عمل جديد، هاي البلد ولادة وفي جيل ورا جيل، لكن الدنيا بخير والله يطول عماركم. الله يسعدك دكتور عدنان عباس مدير المركز الوطني للطب الشرعي بمستشفى البشير، يعطيكم ألف عافية. طول عمرك. وفعلا اليوم عرفنا أكثر عن موضوع الطب الشرعي اللي إحنا أكيد لازم نعرفه يعني، وأيضا اطمنا إنه صرح رائع بكوادره وبكل التقنيات الموجودة فيه. يعطيكم ألف عافية. طول عمرك. على ستي صباح الخير. على ستي صباح. فاصل ونواصل.